نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية المربعين مركز كفر سعد بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وقد تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر، وذلك بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، خصوصا تميز بميزتين مهمين. أول حاجة إن هي مجانية تماما، الحاجة التانية إن هي القوافل العلاجية بتوصل الخدمة لحد مكانها، بتوصل الخدمة للمواطن لحد مكانه، وطبعا من المزايا المهمة جدا خصوصا إن احنا بنستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية. القوافل النهاردة موجودة في قرية المربعين التابعة لمركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة. القوافل العلاجية بتقدم العيادات التخصصية، عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية بالأشعة بالسونار، الفحوصات دي بنوفرها للطبيب بحيث إن هو يوصل للقرار السليم تجاه المريض، سواء كان إن المريض هينهي خدمته في القافلة عن طريق صرف العلاج من الصيدلية واللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة، أو إن هو هيعمل له قرار تحويل جواب إحالة لأقرب مستشفى مركزي. إحنا هنا موجودين بقافلة طبية في قرية المربعين مركز كفر سعد محافظة دمياط. قرية المربعين داخلة ضمن المشروع الرئاسي لتطوير القرى حياة كريمة، ومبادرة حياة كريمة النهاردة متواجدة فيها في المربعين بالشق العلاجي فيها، بتقدمها من خلال العيادات متنقلة. بنحدد هذه القرية على أساس بعدها عن المستشفيات، ومن هي من ضمن الأماكن المحرومة والأماكن الأكثر احتياجا للخدمة الطبية. لما بنحدد الموقع بتاعها بنطلب من وزارة الصحة تدعمنا بالعيادات اللي احنا عم محتاجينها، نظرا لان الوحدة الصحية هنا في القرية جاري الانشاء والعمل فيها لانشاء وحدة صحية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة. وبقوم على خدمة المريض وبجهز العيادة، بوصل لها كهرباء، بتبقى جاهزة لتاني يوم عشان نقوم من بدري، نكون جاهزين وعاملين استعدادنا لخدمة المريض. زائد ان انا بحب عملي لانه معامل انساني من الدرجة الاولى، لو في حالة كبيرة في السن بنحاول نوجهها ونساعد في القافلة. انا كشفت بطنة وكشفت ضغط وكشفت سكر، خدت جميع العلاج، واحنا بنشكر جميع القائمين على القافلة، وبنشكر ربنا سبحانه وتعالى لنا كده، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي.